السلام عليكم متابعين الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهارده زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض وصفه الحواوشي المنفوخ اللي قلب السوشيال ميديا. وصفه جديده اتمنى طبعا تجربوها، بالاضافه كمان ان هنعمل خلطه الحواوشي بطريقه المحلات باذن الله هتعجبكم، وكمان العجين بتاع الحواوشي هنعمله بطريقه جميله جدا. اتمنى في البدايه ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا القناه لاول مره بتعملوا جوله سريعه على محتوى القناه باذن الله هتعجبكم، هتلاقوا عليها تشكيله جميله من الوصفات والحلويات والمعجنات بأشكال جديدة، وكمان بنقدم على القناة أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. للي بيشوف قناتي الأول مرة زي ما احنا شايفين دي مجموعة من الوصفات، الوصفة دي عملناها من بواقي كحك العيد، أتمنى طبعا تجربوها بإذن الله هتعجبكم. كمان عملنا تحلية سريعة زي ما احنا شايفين بأشكال مختلفة، وكمان هنشوف مجموعة مختلفة من الحلويات سواء حلويات العيد أو مجموعة مختلفة من الحلويات اللي شاركناها مع بعض على القناة. وده اللي بيشوف قناتي الأول مرة أتمنى يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. زي ما احنا شايفين تشكيلة جميلة من الحلويات. هسيبكم دلوقتي مع بعض الوصفات وهنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفة النهاردة الجميلة عملناها ازاي. عجينة الحواوشي معانا زي ما احنا شايفين هنعملها بدون لبن، وهنعملها بطريقه بسيطه جدا زي ما هنشوف مع بعض. جبنا دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض من كيلو، ممكن تجيبي من كيلو لكيلو الا ربع من الدقيق، حطيت عليه رشه ملح وحطيت عليه كمان معلقه من السكر. اضافتنا اللي بعد كده معلقه من الخميره بالشكل بتاعنا ده. طبعا هنا الخميره بتاعتنا ممكن تستعملي الخميره الفوريه، وممكن كمان تستعملي الخميره العاديه، دوبيها الاول في شويه ميه دافيين وبعد كده تبتدي تحطيها على العجين بعد ما تتاكدي ان الخميره بتاعتك شغاله. قلبت هنا المقادير دي كلها مع بعضها. الاضافه اللي بعد كده هنضيف مقدار 5 معالق من الزيت على العجين بتاعنا. هي دي المكونات الاساسيه في وصفه عجينه الحواوشي اللي ممكن هنا تعمليها بابسط طريقه، والعجينه باذن الله هتطلع ناجحه معاكي. قلبت الخليط ده كله مع بعضه، وبعد كده هبتدي اضيف الميه بالتدريج وهبتدي اعجن العجين كويس بالشكل هنشوفه. ضفت الميه بالتدريج وعجنت العجين كويس بالشكل بتاعنا ده، هبتدي اعجن العجين كمان شويه لحد هنا ما عجن العجين بتاعنا كويس بالشكل هنشوفه دلوقتي مع بعض. عجنت العجين بنفس الخطوات، وهنا ابتدي طبعا اعجن العجين حاجه كمان شويه، وبعد كده هنسيب بقى عجيننا لحد ما يخمر، ودلوقتي هنشوف باقي خطواتنا. هنا الحواوشي بتاعنا، كتري الحواوشي بتاعك، كتري من البصل، وهنا قللي من الطماطم وحطي عود خضره، وطبعا هنا الشطه الحراق اختياري. انا مزوده كميه البصل، لو هنا عايزه اللحمه بتاعتك ما تكشش في الحواوشي زودي كميه البصل شويه عشان هنا اللحمه بتاعتك ما تكشش في الرغيف بتاع الحواوشي لما تيجي بعد كده يستوي. بعد كده اخدت البصل والخضره بنفس الخطوات كده، اخدت البصل والخضره فرمتهم في الكبه، وزي ما احنا شايفين ما نعمتش جامد الخليط بتاعنا، بيبقى قوامه بالشكل بتاعنا ده. او ممكن كمان لو مش عايزه تعمليه في الكبه ممكن تعمليه على فرشه المطبخ عندك، تقطعيه بالشكل بتاعنا ده بيكون كله بنفس الخطوات. بعد كده الخطوه اللي بعد كده جبت مقدار 2 من الطماطم وحطيتهم عليهم بنفس الخطوات بتاعتنا كده، وطبعا انا كنت الشطه الحراقه هي كمان عملتها في الكبه. بعد كده التوابل بتاعتنا عباره عن كوبيبه صيني، شويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسود، حطيت كمان شويه من الشطه البودر الحراقه على الخليط بتاعنا، وهنضيف الملح بتاعنا. هي دي كل الاضافات اللي بضيفها على هنا الحواوشي بتاعنا بنفس الخطوات كده. زي ما احنا شايفين التتبيله بتاعتنا ديت اخلطيها كويس بنفس الخطوات اللي احنا شايفينها مع بعض، هبتدي اخلطها كويس. وممكن كمان تاخدي الخلطه دي كلها مع بعضها وتحطيها في الثلاجه شويه عشان تنزل كميه الميه الموجوده عندك. لو انت طبعا بعد كده بعد ما نخلص هنا الخلطه بتاعتنا الافضل ان انت تسيبيها كمان نص ساعه في الثلاجه قبل ما تحطيها في عيش الحواوشي بتاعك عشان تنزل كل السوائل الموجوده فيها، وطبعا هنا بتزود من طعم الوصفه بتاعتنا. بعد كده بعد ما قلبت المقادير كلها مع بعضها ابتديت هنا حطيت اللحمة على الخليط بتاعنا، وبعد كده هبتدي اقلب اللحمة على الخليط كويس، وطبعا هنا اتأكد ان الملح بتاعنا يكون مظبوط. ضفت هنا شوية كمان من الملح وهبتدي هنا اخلط هنا الخليط بتاعنا كويس زي ما احنا شايفين مع بعض. الافضل هنا في وصفتنا زي ما احنا شايفين بعد ما هنخلط الخليط ده كله مع بعضه هناخده نحطه في التلاجة من ربع ساعة لنص ساعة عشان هنا التتبيلة كلها تتشرب من بعضها. ادي هنا التتبيله بتاعتنا. بعد كده العجين بتاعنا اختمر بنفس الخطوات كده، هبتدي اقطعه لقطع صغيره بالشكل ده على قد طبعا حجم الرغيف اللي انت حباه. هقطع معاكم كذا واحده دلوقتي بنفس الخطوات كده، وهعمل معاكم حوالي 3، وهنشوف دلوقتي شكل وصفتنا هنسويها ازاي، هنشكلها ازاي مع بعض. ادي هنا عملت هنا 6 وحدات، ال6 وحدات هيعملوا لنا 3 من رغيف الحواوشي بتاعنا. هاخد واحده واحده وهبتدي افتها بالشكل بتاعنا ده. الافضل ان انت ما تفتيش جامد، خلي السمك بتاعك سمك متوسط عشان بعد كده لما تيجي تقفليها ما تتقطعش معاكي.
هبتدي قفتها بالشكل بتاعنا ده. ودلوقتي هنشوف بقى هنحط وصفتنا ازاي وهنكملها ازاي. بعد ما فردت 2 من العجين بتاعنا، جبت صينية الفرن وحطيت عليها شوية من الزيت، وهبتدي اوزع الزيت على الصينية بتاعتنا. وبعد كده هنجيب بقى اول واحدة وهنحطها على الصينية، وبعد كده هنفرد عليها كمية اللحمة اللي احنا محتاجينها. اول واحدة معانا زي ما احنا شايفين، هبتدي احط عليها شوية من اللحمة وهبتدي اوزعهم عليها. وبعد كده هبتدي هنا احط التانية عليها وهبتدي اقفل بالطبيعة اللي هنشوفها مع بعض. ببتدي اقفل كده صبع من تحت كده صبع من فوق، وهبتدي اقفلها بنفس الخطوات اللي احنا شايفينها مع بعض. وانت بتقفلي الرغيف بتاعك اتاكدي ان مفيهوش اي فتحات الا الفتحه الوحيده اللي احنا هنسيبها فيها. قفلنا الرغيف بتاعنا بنفس الخطوات كده وسيبنا فتحه صغيره فيه بنفس الشكل. اي شفاط تعصيب موجوده عندك، وزي ما بقول لحضراتكم الوصفه دي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقه اللي احنا شايفينها دلوقتي مع بعض. جبنا شفاطة العصير ونفخنا في الرغيف بتاعنا لحد ما طلع معانا بالشكل ده. واول طبعا ما يطلع معانا بتبتدي نقفل عليه على طول عشان ما يهبطش معانا مره تانية. نعمل مع بعض واحد ولا اتنين كمان ونشوف الخطوات بتاعتنا. فردت هنا الرغيف بتاعنا، وبعد كده جبت هنا واحد تاني عليه وحطيت طبعا اللحمه في النص. والافضل هنا عشان تتاكدي ان مفيش اي تهويه قبل ما تقفلي الرغيف بتاعك، ابتدي اضغطي عليه وقفليه كويس قبل هنا ما نعمل التانيه بتاعتنا اللي بنعملها في النهايه. ضغطت عليه من جميع الجوانب وسبت حته صغيره خالص هي اللي ما ضغطتش عليها عشان هي ديت اللي هنبتدي ننفخ منها. وبعد كده هنبتدي نقفل الرغيف بتاعنا بنفس الشكل ده، والفتحه البسيطه اللي احنا شايفينها دلوقتي هي ديت اللي هنعمل منها التهويه او الفتحه اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. ابتدينا هنا بوسط الشفاطه بتاعتنا نفخنا فيها وقفلنا على طول، وبعد كده اعطانا الشكل الجميل اللي احنا شايفينه. نعمل مع بعض اخر واحده كمان زي ما احنا شايفين، حطيت واحده من العجين بتاعنا وبعد كده فردت عليها اللحمه، وجبت واحده كمان وقفلت عليها كويس هنا قبل هنا ما نعمل التقفيله النهائيه. قفلت عليها كويس ما عدا هنا قطعه صغيره خالص مش هنقفل عليها. وبعد كده هنبتدي بقى نقفل هنا الرغيف بتاعنا بالشكل بتاعنا ده، الشكل اللي احنا عملنا بيه قبل كده. بقفل الرغيف من كل الجوانب واسيب بس فتحه صغيره خالص عشان نبتدي ننفخ بيها بالشفاطه بتاعتنا. ادي هنا سيبنا فتحه صغيره خالص بواسطه شفاطه العصير بتاعنا، هنبتدي ننفخ النفخه بتاعتنا بالشكل ده، وبنبتدي نقفل على طول بنفس الخطوات. وبعد كده بنقفل عليها كويس، وتاكدي طبعا زي ما بقول لحضراتكم لو عايزه تعملي الطريقه ديت اتاكدي ان مفيش اي فتحه تهويه عشان ما يهبطش منك مره تانية. بعد كده افرغنا العيش بتاعنا، جبت هنا مقدار بيضه عليها شويه صغيرين من اللبن، وهنبتدي ندهن الوش بتاعنا بالخطوات اللي هنشوفها. جبت هنا بيضه وعليها شويه من اللبن وهنبتدي نخلطهم كويس بنفس الخطوات، ونبتدي بقى هنا على الوش نبتدي ندهن الوش وما نضغطش جامد عشان ما يهبطش معانا. ببتدي هنا من فوق كده ببتدي ادهن الوش بتاعنا عشان يدينا لون في النهايه. وادي الرغيف بتاعنا ومحافظ على شكله بنفس الخطوات كده. وطبعا هنا قبل ما نحط الرغيف بتاعنا في الفرن لازم نكون مولعين الفرن قبلها بحوالي 10 دقائق، يعني ما تحطوهوش في الفرن وهو بافت. دهنت هنا الثلاثه الموجودين معانا الوش بتاعهم بنفس الخطوات كده، وبعد كده هحط في النهايه رشه من السمسم، او ممكن تستبدلي بحبه البركه، او ممكن ما تحطيش حاجه خالص. وبعد كده هنشوف بقى الرغيف بتاعنا بعد ما هنطلعه من الفرن. زي ما احنا شايفين هبتدي احط رشه بسيطه من السمسم على الوش بنفس الخطوات كده، وبعد كده هاخد بقى العيش بتاعنا وهنحطه في الفرن وهنشوف شكله في نهايه الفيديو. وادي زي ما احنا شايفين الحواوشي بتاعنا بعد ما استوى بالشكل بتاعنا ده، محافظ على الشكل بتاعه بنفس الخطوات كده، ودلوقتي كمان هنشوفه من الوش. طبعا هنا انا اول مره اجرب الوصف زي ما بقول معاكم، كنت بحسب هنا الرغيف من فوق هيبقى ناشف. دلوقتي هنشوف الرغيف من فوق هيبقى طري جدا بشكل هنشوفه دلوقتي مع بعض. عملت شويه منفوخين وعملت شويه تانيين من الحواوشي التقليدي بتاعنا، وبعد كده زي ما هنشوف لو نلاحظ طبعا هنا الرغيف طري خالص معانا من فوق بنفس الخطوات كده، مش ناشف طبعا لان هنا اللحمه والبصل والحاجات اللي حطناها جوه عملت بخار على الوش وخلت الرغيف طري، بالاضافه كمان ان بيكون محافظ على شكله. هنقطع بقى رغيف الحواوشي بتاعنا وهنشوف شكله من جوه، وهنشوف قد ايه منفوخ وجميل بالشكل هنشوفه دلوقتي مع بعض. ادي هنا الرغيف زي ما احنا شايفين حتى بعد ما قطعناه منفوخ معانا بنفس الخط. زي ما احنا شايفين ادي رغيف الحواوشي عملناه بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. الفكره دي الحقيقه فكره حلوه، وكمان هنا طبعا هنا الطعم طعم واحد زي الحواوشي العادي، ولكن هنا الطبقه الخفيفه اللي فوق يعني بتخلي رغيف الحواوشي بتاعك اخف شويه. وادي هنا الحواوشي التقليدي بتاعنا، هنبتدي هنا نقطعه مع بعض ونشوف شكله من الداخل.
ادي وصفه الحواوشي بتاعنا. زي ما احنا شايفين اللحمه مكشتش كتير، لان طبعا مزودين كميه البصل، كميه البصل داخل الوصفه، فطبعا هنا اللحمه ما بتكشش معانا كتير بنفس الخطوات. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظرونا في وصفات جديده، والسلام عليكم.